جماهير غفيرة من مدينة غزة جاءت لإحياء الذكرى 21 لرحيل القائد الشهيد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفاء لسيرة الشهيد الحافلة بالكفاح والنضال في سبيل شعبنا وقضيتنا الفلسطينية. في هذه الذكرى العطاء نؤكد بأن منظمة التحرير الفلسطينية التي ناضل من أجلها القائد أبو علي مصطفى سنتمسك بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني باتجاه إعادة الاعتبار لها من أجل أن تكون هي التي تقود نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني. ثالثا، في هذه الذكرى أبو علي بما مثله من رجل وحدوي قومي ناضل وكافح من أجل إعادة الاعتبار للوحدة، نقول اليوم نحن الأحوج إلى إنهاء هذا الانقسام الأسود. المهرجان أقيم بمشاركة كبيرة من مختلف فصائل العمل الوطني وأبناء شعبنا التزاما بعهد الشهداء القادة وضربهم، وعلى رأسهم الشهيد أبو علي مصطفى الذي اغتالته طائرات الاحتلال الإسرائيلي عام 2001 في مكتبه في مدينة رام الله. في ذكرى استشهاد الشهيد الكبير أبو علي مصطفى نجدد العهد والوعد أن نبقى على نفس الطريق، نسير حتى تحقيق كل أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإزالة هذا الاحتلال من أراضينا المحتلة عام 67، ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس. الشهيد المناضل أبو علي مصطفى ولد عام 1938 في قرية عرابة قضاء جنين، ودرس المرحلة الأولى في بلدته، ثم انتقل عام 1950 مع بعض أفراد أسرته إلى عمان وبدأ حياته العملية وأكمل دراسته فيها. وفي أعقاب حرب حزيران قام بجانب عدد من رفاقه في حركة القوميين العرب بالتأسيس لمرحلة الكفاح المسلحة من خلال تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الشهيد أبو علي مصطفى بالفعل أيقونة فلسطينية، وكان دائما وحدويا وطنيا. كل جماهير فلسطينية تؤكد اليوم أننا خسرنا هذا الشهيد الذي كان دائما وحدويا، وكل شعب فلسطيني يلتف حول يعني قرارات وحول مقولات وشعارات وخطوات شهيدنا أبو علي مصطفى. لذلك أبو علي مصطفى سيبقى يعني مثلا في أذهان وعقول كل الشعب الفلسطيني، وخاصة المناضلين منهم الذين يؤكدون يعني على أهمية الاستمرار على نهج الشهيد أبو علي مصطفى. في ذكرى استشهاد القائد أبو علي مصطفى يستذكر شعبنا أهدافه وأفكاره التي حملها وناضل من أجلها بعناد وصلابة حتى استشهاده في سبيل قضيتنا الفلسطينية. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.